مباراة جميلة صراحة، استمتعنا. المباراة السابعة، زكريا الجاري من نادي رايتو جيم، رشيد جيم عفوا، 63 كيلوغرام. اسماعيل زروال صاحب الرواق الاحمر من نادي نايتو جيم. المباراة في صنف الكايوان، ثلاث جولات، كل جولة دقيقة. المباراة في وزن 63 كيلوغرام، هناك تفوق بنسبة كيلوغرامين بالنسبة للاعب الركن الأزرق زكريا الجاري من نادي رشيد جيم. وانطلاق المباراة الجولة الأولى، المباراة تنطلق. هاي كيك بالنسبة للاعب إسماعيل، حماس طبعا، لاعبين الصغار في السن كلهم حماس. يا ميدل كيك جميلة من اللاعب اسماعيل، تقدم من اللاعب زكريا. فارق الطول للاعب اسماعيل، لو كيك وبلوك من اللاعب اسماعيل. هوك جميلة من اللاعب الرواق الاحمر اسماعيل زروال. هناك ضغط عالي من اللاعب اسماعيل. هاي كيك على مستوى الوجه، هني تقدم عشوائي من اللاعب زكريا الجاري. طبعا هذه الرياضة لا يمكن الحكم عليها من التدخل العشوائي والضربات العشوائية، كل شيء بتكنيك. باك كيك جميلة من اللاعب زكريا. سيطرة واضحة من اللاعب اسماعيل، تقنية. هاي كيك جميلة. لا أعتقد أن اللاعب الرواق الأزرق إذا بقي على هذا المنوال سيكمل المباراة. قوة كبيرة للاعب إسماعيل. ميدل كيك قوية. الحكم سيقوم بإيقاف المباراة. اللاعب زكريا يسدد ركلات تحت الحزام وهو أمر مخالف لقوانين اللعبة. ميدل كيك تدخل. لكمات جميلة من اللاعب زكريا أيضا. هوك جميل. أوفر هاند من اللاعب زكريا. وانتهى الجولة الأولى.
كينج اوف بروسل، اكبر غالا تقام على مستوى بلجيكا، غالا انترناسيونال عالميه يشارك فيها ابطال من كل مختلف هذه المعمورة، من اليابان، من الصين، من المغرب، من كل أوروبا. شخصياً كان مقرراً لي أن أخوض نزالاً في هذا اليوم، لكن للأسف لم يكتب لنا ذلك. الجولة الثانية، أنا التفاعل كبير بالنسبة للمدربين في الرواق الأحمر. أي 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 شراسة من اللاعب زكريا، يقابلها هاي كيك من اللاعب إسماعيل. أي 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 عنف كبير، عنف كبير داخل الحلبة، ضربات قوية. هناك تفاعل كبير من المدربين، عثمان من نايتو جيم. هذا الحماس الكبير وهذه العلاقة والتواصل الكبير بين المدربين واللاعب داخل الحلبة. تحركات اللاعب زكريا تقوم بإرباك إسماعيل، تحركات عشوائية. نوك داون، نوك داون، 6 7 8 9 وانتهاء المباراة، وانتهاء المباراة بفوز زكريا الجاري من راشيد جيم. والفائز زكريا الجاري